استاذ استاذ، انا هلا عم بوعدك بحريتك، عم قلك اذا بدك بترجع من هون على بيتك مو على السجن، مفهوم؟ وهذا ولا شيء قدام يلي رح اعطيك اياه. عم بوعدك بمصاري ما بتحلم فيها بنوب، مستقبل غني إلك ولبنتك ولك كل شيء الله بيعطيه والله اللي بياخده بفضل رب العالمين. على وش الأرض كل شيء يا بينوجد يا بيزول. اسمع منيح، ما باخد منك قطعة خبز وبعيش جوات السجن عطشان وجوعان. انبسط بمالك الحرام، احترق فيه، أنا مستحيل خون قناعاتي. حبيبي حبيبي، أهلا فيك حبيبي. حليتوا الموضوع؟ تمام قدرة بيك، الولد تسلم لأمه وجايين على المشفى. حلو، ونحن جاهزين وناطرين الابن والام. لوين رايحين؟ على مكان هادي. دير بالك. سيدي تفضل لهون. تفضل سيدي تفضل. رح تفوتي على العمليات فورا. ماشي، انتو وفيتوا بوعدكن وانا رح اوفي. نيفين، الولد بامانتك. خلص لا تقلقي حبيبتي، طمني انا رح احطه بعيوني. لا تقلق ابنه، شو ما صار ما عاد نفترق. لو ما خبرني الضابط فولكان كنت هلا رايح الموت. ماشي انتو خلصتوني، بس شو من شان إليف وابني؟ قدرة كراي بس يعرف اني هربت رح يجن، واكيد رح يأذي مرتي وابني. ما رح يأذي إليف لانه حياته معلقة فيها. كيف يعني؟ قدرة معه سرطان. وإليف شو دخل بهالقصة هي؟ رح يعملوا له زرع انخاع، ودم إليف مناسب له. من شان هيك قبل بشرطي، لهيك رجع الولد لإليف بس مشان يكسب حياته. قدرة كاراي بيبتز وبيساوم كتير، بس ما بينفذ شروط. اسمعني سيدي، لازم روح على المستشفى فورا، بدي خبر إليف وانقذها من هالمواضيع هي كلياتها. فيني اطلع فورا بعد العملية ما؟ لأنه عندي ولد صغير. لا تقلقي، بترتاحي شي ساعتين وبعدها بتطلعي. يسلموا. اشتقت لبيتك يا عمري. لا تقلق، رح نرجع على البيت.
ما ضل كتير. روح جيب مرتك وابنك ولا تقلق مشان قدرت. في بين ايدين فولكان أدلة وإثباتات مهمة كتير بخصوص قدرة كاراي. أول ما ناخدهم رح نقضي على قدرة. شكرا كتير إلك. يسلم. انتبه على حالك. وقف! ورجيني الهوية بسرعة! وقف! 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 يا جماعة! بس خلوني أحكي مع مرتي وبعدين فيكن تعملوا اللي بدكن يا فيني. رح سلمكن حالي فوراً. تحكي مشكلتك بالمخفر. ضابط ماجد أنت متهم بقتله. صدقوني في سوء تفاهم. بعدوا عني! لا تعملوها! من شان الله اتركوني! اسمعوا، أنا لازم شوف مرتي، لازم شوف مرتي ضروري. اتركوني، أنا لازم شوف مرتي. امشي. لك اتركوني. اطلع. يا روحي، رح تشتاق لي مو هيك؟ ماما رجعت لك فوراً إن شاء الله. بعد اليوم ما رح نفترق أبداً حبيبي إبراهيم. هاي الإبرة رح تهديك شوي. ادخل. يلا لشوف احكي لي كل التفاصيل بالحرف. هو سيدي للاسف ما قدرنا نقتل الضابط عزيز. انت شو عم تقول ولا؟ شو عم تقول؟ العساكر انقذوا الضابط عزيز واخذين كمان رجالنا سيدي. هلا فهمت. الضابط صبري ما؟ كمان هو؟ لكان الضابط صبري. لا تخاف، هلأ بيشوفك الدكتور. تمام يا عمري؟ ها وصلنا. تمام. لو سمحتي ممكن تشوفي؟ الظاهر موجوع وما عم بعرف شو به. يلا سطحي هون، كأنه عليه حرارة. خلص لا تبكي حبيبي، خلص اهدى، هلأ بتشوفك الدكتورة. عطيتوا لقاح من فترة قريبة؟ حسب ما بعرف. لا، إسهال أو استفراغ؟ وقع من شي مكان؟ أو ضرب رأسه بمكان؟ أنا ما بعرف أي شي. أنتي مالك أمه؟
انتي منيحة؟ خلصنا؟ خلصنا، بعد شوي رح ناخدك على غرفتك. قدرة بيك، عملية زرع النخاع في عنا احتمال بسيط انه جسمك ما يتقبله من اول مرة. بهيك حالة يمكن نضطر نزرع لك مرتين وممكن ثلاث مرات، مشان هيك لا تقطع علاقتك بقريبتك. فهمت دكتور، خلصنا من هالحكي الفاضي. هلأ امتى رح فوت على العملية؟ بس عم نعمل كم تحليل لنتأكد من وضعك وناطرين النتيجة، أول ما تطلع منبلش. طيب شكراً لك دكتور. هلا قولي للرجال يخفوا ايديهم شوي، الطفل هو يلي رح يخلينا نتحكم بإليف. ايه تمام، روحي جيبي هدول من الصيدلية مشان نعطيه العلاج، اخد برد وعنده نقص تغذية. شبك يا خانم، ما بدك تجيبي له الأدوية؟ تمام رح أجيبهن وأجي. لو سمحتي ممكن تخبري رفيقتي اللي برا تيجي لعندي؟ يلي مع ابنك؟ ايه هو تعب وانا نزلته على الاسعاف. كيف؟ شو عم بتساوي؟ لازم امشي بسرعه. بس هلا طلعتي من العمليه لازم ترتاحي. ما رح يصير لي شيء، انا بدي ابني. وينه؟ انتي شو عم تعملي هون؟ استني. عظيم الضمير كذاب، وينو ابني؟ انتو لوين اخدتوا ابني ابراهيم؟ احكي والا ما حدا بيقدر يعطيني اوامر، عم تفهمي؟ هيك لكان يمكن رح تعيش، بس أنا ما رح أكون الوسيلة لتعيش.
عزيز، أنت متهم بقضيتين، بقتل المفتش ماجد وخطف السيد قدرة كاراي. في عندك شي تاني حابب تقوله؟ المفتش ماجد كان عم يشتغل لصالح قدرة كاراي، وعرفت أنه إله إيد بخطف ابني إبراهيم، ولما رحت لأحكي معه كان مقتول. أنا ما عملت له شي، ما ارتكبت هالجريمة، هذا كله من تخطيط قدرة كاراي وألعابه. عندك شاهد أو دليل على كلامك؟ لا. برأيي لازم تدبر شي محامي شاطر، ما رح تقدر تبرئ حالك من هيك تهم بسهولة. خود المتهم. اطلعوا لبرا، اطلعوا. أنا مالي بحاجة لأي حدا، ما حدا بيقدر يمشي كلامه علي، فهمتي ولا لا؟ ولا حدا. قدرت بترجاك عطية ابنا للمخلوقة، بكفي بقى، أنت عم تموت هلأ. ما بهمني لو متت، ما بهمني أي شيء، ما رح أعطيها، ما بدي أعطيها الولد لو بدي يموت. إليف وابني بأمانتك يا هشام، ما بقدر أوثق بغيرك بنوب. لا تشغل بالك أخي، خلي بالك مطمن، ولا تزعج حالك بنوب. أنا متأكد عن قريب كتير رح تظهر براءتك. ما بيهمني يا هشام، المهم رجعت ابني لإليف، وفيت بوعدي إلها، ما عاد يهمني أي شيء تاني. ألو هشام، وينك؟ صار لي من الصباح عم حاول اتصل فيك بس ما عم ترد على الموبايل. شو صاير سهيلة؟ هذا قدرت خطفه لابراهيم. نحساب الحياة بترمك بوتشي bize karşı kördün bize karşı hep şlon bedi haber aziz ne hesabı var hayat كيف بدي اقول له انه ما قدرت احمي ابننا çare var mı bu اخذوا ابني من ايدي وما قدرت امنعه اخذوا لي ابراهيم انا اسفه الي اعتذر كثير Sabret gönül sabret küsme sakın kaderine şükret her kuşun bir baharı var elbet yeter ki sen sabret Sabret gönül sabret küsme sakın kaderine şükret her kışın bir baharı var elbet yeter ki sen sabret سيدي رجال قدرة كاراي فاتوا لجوا حاصروهم فورا وجيبوا لي الولد لعندي تحت أمرك سيدي سلم حالك وين الطفل؟ يا عسكري هاي أملاك خاصة اللي ما بتعرفوا أنه ممنوع تفتشوا؟ بس أنتم متهمين بخطف ولد افتح الباجاج ما في حدا بالحديقة سيدي للأسف سيدي ما لقينا الطفل فتشوا المكان
أكيد هلأ رح ينكشف كل شيء. إليف، أنا مقدر مشاعرك ومعك حق إنك تتضايقي وتعصبي، بس مو لهالدرجة. لازم تكوني قوية. خليني أخدك على البيت بترتاحي وبتنامي. لا تقربوا مني. غصب عنك أو بكيفك بدك تعطيني ابني. أنا رح ضل وراك لتقلي وين إبراهيم. أنا دمرت عيلتك وفرقتكن يا إليف، وبس أنا أسمح بترجعوا لبعض، فديري بالك. إذا الله راد رح يرجع لي ابني لحضني ونعيش بأمان يا قدرة كراي، وغصب عنك كمان. بس بكفي إنه الله يريد، وحده بيقدر يرجع. ابني لا تضل تفكر هيك، ما فيك تطلع، القعدة هون بدها صبر. هاي رح تعلمك كيف تصبر. مد ايدك وخدها، بس سبح باسم الله تعالى. بابا؟ عزيز؟ ابني؟ هون رح نصير نتقابل، هون بقدر ضمك يا ابني. أنا مالي ندمان بابا، مقتنع بكل الشغلات اللي عملتها، المهم إنه إليف وابني مع بعض، هذا بيكفيني. يعني لقيت حفيدي؟ لقيته. انت ابني القبضاي. برافو عليك، برافو عليك. ألف مبروك، فرحتني. استنوا لشوف، استنوا استنوا، يمكن تلاقوا الولد، يمكن تلاقوه. يا ربي راسي رح ينفجر. إليف برأي فوتي نامي شوي بترتاحي. وكيف بدي أقدر نام؟ ابني مختفي، عزيز بالسجن. نمت يجيني النوم. الضابط صبري؟
وسهلا. أهلين فيكي، كيفك إليف؟ كيف بدي يكون؟ قوية. أنت زوجة ضابط يا بنتي. اسمعي، من بعد اليوم هالعساكر رح يضلوا هون طول الوقت. هدول الشباب من الشرفاء يلي انتسبوا للجيش بفضل عزيز، وانت هلا أمانة عزيز عنا. بتشكركم بس بترجاكي لا تحكي شي. قدرت لسه ما خلص شغله معك. هديك المرة أخذ يلي بده إياه بعد ما اتفق معك، بس هالمرة احتمال يوصل لكل شي بده إياه بالغصب. يمكن الولد ما هتشوفه بحياتي. علاجه لقدرت معك ما بعتقد إنه يأذي الولد. هو تارك الولد ضمان إله، والشي اللي بده إياه منك إنك تروحي تترجيه كرمال ابنك. بس ما رح تعمليها، ما رح خليك تروحي لعند قدرة كرايا إليف. طيب شو بدي أعمل؟ معقول يعني هيك بدي ضل واقفة وإيدي ورجلي مربطين؟ ما فيك تفوتي بهي اللعبة الصعبة أبدا، لأنها خطيرة كثير عليكي. نحن عم ندور على ابنك بكل مكان، وبأقرب وقت رح نلاقيه ونرجع لك إياه. بس لا تقلقي بنوب، بإذن رب العالمين رح نلاقي ابنك. أنا بعرف إنه قدرة كراي كثير خايف من الموت هلا، وبس يفهم إنه ما ضل عنده وقت وقربت تنتهي أنفاسه بالحياة ما رح يضل عنده هالتكبر أبدا. سيدي شو بدي اعمل فيه هلا؟ شبك بيكون جوعان، يلا روح جيب له حليب وحفاضات كمان. بدنا نخليه هون؟ يا ابن الكل عم يدور عليه، برا مليان عساكر والشرطة بكل مكان. وبعدين احسن لي انه هالولد يضل جنبي، لانه ما حدا بيخطر له اني رح خاطر بحالي. طيب سيدي شو بدنا نعمل فيه هلا؟ طلع، انت كنت قايل لي انه عندك ضيعة ما؟ ايه. اهلك عايشين هنيك؟ ايه سيدي. حلو. اسمعني، حتى الست هالة ما بصير تعرف انه الولد هون، ماشي؟ مثل ما بتأمر. نفس عميق تمام. أنا هموت. سهيلة، إليف متوترة كتير. هموت، ما عم أقدر أتنفس ابنه. خلاص حاولي تهدي. سهيلة افتحي الشباك شوي. خلاص إليف طولي بالك حبيبتي. ما بقدر أقعد هون، أنا لازم أطلع بسرعة، رح أطلع من هون هلا. طيب. ما عاد أتحمل. إليف إليف سهيلة. يا رب يا رب. عزيز
ابني شو صار؟ شو قرر القاضي؟ هشام قول ما تحكي. عشرين سنة. كيف؟ يا ربي جلار خالد. لا لا عزيز أصحك تضعف قدام هالمحنة، خليك قوي وخلي إيمانك برب العالمين كبير. أنا بعرف ومتأكدة بالنهاية رح تظهر الحقيقة. رجاءً خلوني أحكي معه شوي. إليف كملي طريقك، ما عاد فيني أقدم لك شيء أبدا. Ben kendime gurbet oldum, içim garip, dışım garip, oy garip. Sılada sılasız kaldım, suyum garip, aşım garip. Ben kendime gurbet oldum, içim garip. ماضي ومستقبلي معك يا حسيس. روحوا الله يرضى عليكم يا أولاد، ومعروفكم هاد ما رح ننسالكم إياه. شو هالحكي يا خالي؟ ضابط فولكان مثل أخونا ونحن عم نعمل واجبنا معه. يا خالي ضابط صبري هو اللي طلب منا نجي لهون. اتصل بالضابط صبري، لازم نعطيها لول. راسي اعطوني المي. الله يلعنكم، ما في حدا هون؟ وينكم؟ راسي. انت ليش عم تعيط؟ انت بأي جهنم كنتي؟ اذا بموت ما بتعرفي فيني. رجالي موجودين برا شي؟ لا ما ضل اي حدا، ما في غير الشوفير وبضل رايح جاي، ما بعرف عنه اي شي. اوف ما بدي ضل قاعساني بهالمكان الزفت، بس ما عم بقدر اتركك وروح. انقلعوا كلكم، أنا مالي بحاجة لأي حدا عندي، روحوا ما بدي حدا. وإنتي ما عم تفيديني بشي، واقفة مثل التمثال هون، ما عم بفهم ليش واقفة، ها؟ ليش واقفة؟ وأنا رح روح كمان لأنه إنت ما عاد تنحمل يا قدرات. مليت منك وقرفت استحقارك وكل مسباتك إلي. أنا مليت وقرفت منك، عم تفهم؟ ما بستاهل منك هالمعاملة. ايه روحي لكان. ايه رح روح، جاني عرض من جامعة رايحة على ألمانيا، وانت وقضيتك يلي ما إلى أي معنى رح امحيكم من حياتي وبنوب. ايه وأنا بدي روح. ايه اتصلوا من المركز حضروا لي سيارتي. وين بدلتي؟ بدي ألبسها، ناطريني بالمركز. We'll be right back.
ريت وصلتنا هالأدلة لما كان قدرت بصحة منيحة. بس في عنا نوعين للموت، الأول بيكون بشرف وكرامة، والثاني بخيانة الوطن. سيدي صار له 3 أسابيع معنا وما طلع لبرا ولا شاف الشمس. أنا خايف إنه الولد يصير له شيء. هاي الليلة رح أخذ الولد. أي ولد؟ ها؟ الولد ابن إليف. مين إليف؟ وين ابني؟ وين إبراهيم؟ يا عديم الضمير، أنت مالك إنسان أبداً. تسأل كل شي عم بيصير فيك لليوم. اخطيت كل الناس اللي ظلمتهم برقبتك يا مجرم. لا! وقف! اركض! لازم نلحقهم بسرعة!